السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نديروا هذا الشكل ديال البومه يجي زوين. غادي نبدا بسم الله. اول حاجه نبداو هاد الدوائر ديال العينين، غادي نخدم فيها 20. اذا 1 2 غادي نعمرها ب20، هادي 2، 1 2 3 4 5 غنكمل 20 ونرجع. خدمت 20 غادي نجي لهنا ونسد وغادي نقطع الخيط. غادي خصوني 2 من هادو، غادي نخدم كذلك وحدة جوج راخدم هكذا 1 2 نعمر 20 ونرجع 20. خدمت 20 غادي نجمع غادي نسدها هنايا وغادي نطلع بجوج وغادي نخدم هذيك اللي قدامها النتاكة وغنسحبها كلها هنا كذلك وحدة وجوج جوج في كل عين. غادي ندور معاها كلها وصلت للتالية غادي نخدم وحيدة حداها وعاد غادي نسد هاد الشكل. غادي نقطع الخيط ونفينيه. بالنسبة للكروشي رقم 3 اللي تنخدم به، دابا غادي نقبط هادي غادي نخدم 1 2 وغادي نخدم نفس العملية اللي كنت ندير في هاد الدائرة هكا. هاهي 2 في نفس العين. غادي نمشي كذلك لهنا غادي نخدم 1 و2 غادي نمشي مع الدائرة كلها ونرجع. غادي ندير نفس العملية هنا ولهادي. دابا وصلت غادي نخدم هادي وعاد غادي نسد. غادي نسد هنا وغادي نفيني الخيط. غادي ندير نفس العملية. من بعد غادي تجمعي غير المنتصف ديالهم، يعني تتحطي الوجه هنا والوجه هنا الظهر على الظهر وغادي تخدمي. شوف النهاية ديال الخدمة اللي خدمت بهذا الشكل وتخدمي غير المنتصف ديالهم. نصغرس تجمعيهم بحال نصغرس كدا ونتي تتمشي سدسي الفوقانية ولا التحتانية. تخدمي حتى للمنتصف ديالها بنفس الطريقة حتى للمنتصف حتى لهنا.
غادي نخدمها ونرجع. غادي نفين الخيط دابا. بالنسبه لهذه تنمشي لهنا تنبقى نخيط هذاك الخيط اللي درت باش ما يبانش. دابا غادي نقلب حيدي على الجهه ديال الظهر، هذا هو الظهر، وغادي نحط فوقه هذه وغادي نخدم. غادي نلاقيهم بجوج غادي نبعد واحد جوج وغادي نخدم. غادي ندير هنا الصغرزة ندور معها كلها بنفس الطريقة ونرجع. هنا كنا خلينا واحد جوج عيون عاد خدمنا، اذا حتى هنا نخليهم واحد جوج. غادي نطلع بجوج وغادي نخدم في نفس الحفره وانا تلاقي ما بين التحتانيه والفوقانيه. غنخدم حتى هكذا تنوصل للمنتصف كذلك. هذه غادي ندير فيها وحده نوصل هنا للمنتصف. غادي نخدم جوج وبيناتهم وحده واحد جوج وبيناتهم وحده كذلك جوج واحد جوج. غادي ندير نفس العدد اللي درت هنا واحد جوج ثلاثة أربعة غنخدمو هنا وانا تنجمع ما بين التحتانيه والفوقانيه واحد جوج ثلاثه واربعه صافي انا خدمت اربعه. دابا غادي نخدم جوج واحد. من بعد ما حصلت على هذا الشكل خدمت هنا أربعة وهنا خدمت جوج وبيناتهم وحيدة وجوج وكذلك خدمت هنا أربعة. غادي نكمل واحد جوج نطلع بجوج وغادي نمشي من هنا لهاد الحفرة ما بيناتهم هنا غادي نخدم وحيدة. دابا غادي نبقى نهزهم كاملة مبقاش باش تجيني مضيقة. نخدمها هكذا وهنا كذلك غادي نخدمها مزيرة هكذا تنسحبها كلها. غنبقى مستمرة تنخدم حتى تنصادف هاد الوحدة اللي ما بيناتهم منين نوصل لها غادي نخدم فيها واحد جوج وبيناتهم وحيدة كذلك غادي نخدم هنا واحد جوج وغادي نخدمها تاني هنايا ما بيناتهم. أنا مستمرة بنفس العملية. منين نشوفها تحلات بزاف مبقاش نزيد بزاف هنا في مدينتها هكذا. دابا أنا وصلت غادي نطلع بجوج غادي نقلب
القلب، وغادي نخدم على ثاني ما بيناتهم. ثم بيناتهم هكذا، كذلك هنا نخدم هكذا، نزيد زيادة ما خدمنيش. ماشي، وهي تتكبر لك. هنا كذلك هنا وصلت لديك الحفرة اللي كان ندير بيناتهم وحدة، غادي نعمر فيها واحد جوج، وبيناتهم وحدة وجوج، ها واحد ها جوج، وغادي نكمل العملية. تزيد غير هنا، حافظي على نفس العدد اللي عندك هنا، خص يكون عندك هنا. هنا كذلك غادي نطلع بجوج، وغادي نقلب، وغادي نخدم هنا بيناتهم، غادي نخدم حتى نوصل لهنا ونرجع. هنا كذلك غادي نخدم أربعة بيناتهم وحدة، إذا واحد جوج، وبيناتهم وحدة وجوج. غادي نبقى تنخدم حتى نحصل على الحجم اللي بغيت، ديري الطول اللي بغيتي انتي، وعاد نرجع باش ما يجيش الفيديو طويل. حتى ندير نفس العملية، تكون في حالة الا كان الصوف تيكون الصوف غليظ شي مرة، ملي تديري هذا العدد تجي شوية عريضة بزاف. اذا شنو غادي ندير؟ غندير هنا مرة ندير جوج، ومرة ندير غير وحدة وبيناتهم وحدة، باش تبقى ماشيه لك بواحد شويه، ماشي تحل لك دغيا. انا غادي نمشي مع حيط الصوفيه على جوج، غادي نمشي نفس العمليه حتى نحصل على الحجم اللي بغيت. انا لحد الان راني مستمره بنفس جوج وبيناتهم وحده، جوج وبيناتهم وحده. من بعد ما وصلت للحجم اللي بغيت، غادي نقطع الخيط وغادي نفينيه. دابا غادي نبدل الكروشيه، غادي ناخذ شويه رقيق، وغادي نبدا من هنا. هذه هي الاولى، مناش غادي نعلقها. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، خدمت 8، وغادي ندير نفس المسافة اللي درت هنايا، هي 3، وغادي نخدم في الرابع هنا، وغادي نخدم هنا سامبل هكا نص غرزة. غادي نخدم هنا جوج هكذا، واحد جوج، وهذه اللي من بعدها غادي نخدم غير وحيدة هكا نص غرزة. من بعدها جوج، واحد جوج، وهنا نسد، هنا نخدم جوج، وهذه نسد فيها، وانا مستمره بنفس العمليه. درت هنا جوج، هنا سديت، غادي نزيد وحيده قدامها، وغادي نخدم عادي نص غرزه. غادي نوصل تقريبا لهنايا، غنخدم حتى لهنا. من بعد ما وصلت لهنا، غادي نقص جوج، واحد جوج، واحد جوج، وغادي نمشي لهنا، وغادي نخدم أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، وندير بيناتهم وحده.
وبعدين ختم كذلك ربعة في نفس الحفرة. صافي دابا غادي نقص دوك الجوج اللي خليت بحالها وغادي نسد. غادي نخدم نص غرزة حتى نوصل للتالي ديالها. غنوصل للتالي ديالها هنا ونرجع. هنا وصلت لدوك وحيدة اللي تنخلي جوج وبيناتهم وحدة، غادي نعمر فيها ربعة. واحد جوج ثلاثة أربعة. دابا غادي نخدم نفس العدد اللي هنايا، غادي نخدمو هنايا باش ندير هادي الرجيلة الثانية. إذا عندي هنايا نفس العدد غادي ندير، درت نفس العدد عشرة هنا وعشرة هنا، غادي نخدم بحال هادي. غادي نقص جوج، واحد جوج، وغادي نخدم ربعة. غادي نخدم بيناتهم وحدة وغادي نخدم ربعة. صافي نفس العملية اللي درت هنا غادي نديرها هنا، داكشي اللي درت هنا غادي نديرها حتى هنا. هادو الرجيلات اللي درت لهنا. وصلت كذلك هنا للتالي، خدمت فيها جوج وغادي نخدم جوج هكذا، واحد جوج، وغادي نسد عاوتاني هنا واحد جوج، ومن بعدها نسد باش يكون عندي التماثل بحال هاد الجهة بحال هاد الجهة، يكون عندك بحال بحال. من بعد ما وصلت لهنا غادي نجمع هاد الخيوط هكذا وغادي نمشي لهنا وغادي نعمرها. غادي نعمرها هكذا بنص غرزة شحال ما عمرات لي باش تجيني قاسها. كل ما عمرتي واحد شوية جبديه هكا يشد بلاصتو عاوتاني عمري. غادي نخيط الخيط اللي بقالي نقطعو. الشكل النهائي يجي هكذا. وهنايا درت له هاد السطيفات خيطتهم له اساسة البراد. تنتمنى يكون عجبكم الشكل. مع السلامه.